السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعين الكرام، متابعي قناة من آخر خلاصة، معكم محمد نور الدين. مبدئيا كده بعتذر إني ما اتكلمتش عن مباراة إيطاليا أم إسبانيا أمس بعد انتهاء المباراة مباشرة. كان عندي ظروف، إلى جانب إن أنا فضلت إن أتكلم على المباراتين بعد انتهاء نصف النهائي مباشرة عشان نتعرف مين المنتخبات اللي تأهلت رسميا إلى النهائي وهتواجه بعض بإذن الله تعالى. متابعين الكرام، معكم محمد نور الدين. أول حاجة هنتكلم عنها بإذن الله تعالى نتائج مباراة نصف النهائي عشان بس تبقى معايا في الصورة، يعني اللي هنتكلم عنه. بعد كده هنتكلم عن الفائزين في المسابقه الرياضيه اللي توقعوا توقع صحيح بالنسبه لمباراه ايطاليا ام اسبانيا ومباراه الدنمارك امام انجلترا، ثم هنتكلم عن ملخص بسيط بالنسبه للمباراتين، ثم هنتكلم عن ترتيب الهدافين باذن الله تعالى، وهقول لك على موعد مباراه النهائي باذن الله تعالى بين منتخب ايطاليا الفائز على اسبانيا ومنتخب انجلترا الفائز على الدنمارك. متابعينا الكرام، ايطاليا تعادلت امام اسبانيا 1-1 في الشوط الاول في الشوط الثاني. الشوط الثاني الهدفين جم في الشوط الثاني. احرز الهدف الاول لايطاليا فيدريكو تشيزا او فيدريكو كيزا اللي تالق كبير جدا مع منتخب ايطاليا، وانا بنتكلم عن المباراه حاليا دلوقتي. احرز الهدف في الدقيقه 60. الهدف جه من بنتكلم عن المباراه، هو عباره عن كانت هجمه بعد كده الدفاع رجعها لفيدريكو كيزا، احرز هدف جميل جدا على يسار الحارس. هدف الفارو موراتا، هدف اسبانيا في الدقيقة 80. الفارو موراتا نزل بديل في الدقيقة 61 بدلا من فيران توريس، وقدر يحرز هدف جميل جدا عبارة عن تقدر تقول كده ايه تبادل اسيست. هو الاول الفارو موراتا كان جرب الكورة بعد كده ده اسيست ليه اولمو اداها له بعد كده بعد ما عدى من المدافع، هدف جميل جدا على يمين الحارس دوناروما. انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، وفي ركلات الترجيح اللي عمله موراتا في المباراة أهدر بيه اللي عمله ده، أو يعني خلى الجماهير تنسى خالص اللي حصل في المباراة. بقى جه في ركلات الترجيح للأسف خذلهم جدا، يعني قدرت إيطاليا تفوز على إسبانيا 4-2 في ركلات الترجيح، وأحرز أهداف إيطاليا هو الأول مانويل لوكاتيلي ضيع بعد ما نزل بديل في الدقيقة 85. أندريا بلوتي أحرز الهدف الثاني اللي هو يعني ركلة الجزاء التانية يعني، وبونوتشي سجل، وبرناندسكي اسمه بيرناردسكي في الدقيقة حرز أيضا، وجورجينيو آخر واحد لعب وسجل ضربة الجزاء الخاصة بيه. الجانب التاني دانو أولمو ضيع، وبعد كده جيرارد مورينيو سجل هدف، وتياجو الكانتارا سجل، والفارو موراتا ضيع. يعني دانو أولمو اللي عمل الاسيست والفارو موراتا اللي سجل الهدف، هما الاتنين ضيعوا. طيب تنتهي مباراة إيطاليا وإسبانيا 1-1، وفوز إيطاليا وتأهلها للنهائي لمواجهة منتخب إنجلترا فوز 4-2. الفائزين بالسمكة الرياضية بالنسبة لمباراة إيطاليا أمام إسبانيا الأستاذ محمود درويش، إيطاليا تفوز بركلات ترجيح. الأستاذ مصطفى 3 جيمز، ماشي إيطاليا ركلات ترجيح. وقناة الأستاذ زعلان، مش عارف زعلان ليه يعني، إن شاء الله ربنا يبسطك يعني. الأستاذ حسين غانم عبود جودة البزواني فوز إيطاليا بركلات ترجيح. شكرا لحضراتكم على التوقع الصحيح، وكان عدد المتوقعين توقع صحيح كان عددهم 8، تم اختيار الأربعة دول بتركها شوية. المباراة التانية هي مباراة إنجلترا والفوز على الدنمارك 4 آسف 2-1. 4 دي كانت مع أوكرانيا ومالناش دعوة بيها دلوقتي. 2-1 كانت مباراة قوية جدا هنتكلم عنها حالا دلوقتي. أحرز هدفي إنجلترا، هو الأول هدف في مرماه لاعب الدنمارك أحرز هدف في مرماه سايمون كير في الدقيقة 39 بعد تقدم الدنمارك اصلا بهدف عن طريق ميكيل دامسجارد في الدقيقه 30، وتستمر المباراه لحد ما تنتهي في الدقيقه 90، ويجي بعد كده ضربه جزاء لهاري كين يسود الحارس وترجع له يسجل الهدف في الدقيقه 104 هاري كين، فتفوز انجلترا على الدنمارك 2-1 في الاشواط الاضافيه. والفائزين معانا في المسابقه الرياضيه بالنسبه لمباراه انجلترا امام الدنمارك، هو كان في كمان غير الاربعه دول اللي فازوا معانا كان في اتنين توقعوا بعد انتهاء المباراه او ممكن في الشوط الاضافي الاول او الثاني، اكيد مش هناخد توقعهم يعني. وعامه شكرا لكل متوقع في هذه المباراه يعني. توقع صحيح قبل بدايه المباراه الاستاذ ابو عبد محمد، ومش اول مره يفوز معانا فاز قبل كده. شكرا لحضرتك على التوقع، فوز انجلترا على الدنمارك 2-1. وقناه افلام ديار، شكرا على التوقع صحيح انجلترا 2-1 الدنمارك. استاذ محمد الجاسم، مش اول مره يفوز معانا فاز معانا قبل كده، وفوز انجلترا 2-1، وفوز او بمعنى اصح القناه اسمها اتاتات تاتات، شكرا على التوقع صحيح انجلترا 2-1. دلوقتي بقى خلينا نتكلم عن كل مباراه منفصله كده بطريقه مبسطه شويه، مش هطول عليك يعني. ايطاليا نزلت المباراه هي واسبانيا، عندك شباب ناحيه اليمين وشباب ناحيه الشمال.
جوردي البا واولمو والفارو موراتا. الفارو موراتا يعني مش شباب، ولكن انا اقصد يعني عند او سيرجيو بوسكيتس طبعا بتاع برشلونه اكيد مش شباب، ولكن كان راجل طول البطوله حرفيا. يعني اسبانيا نزلت بالشباب وايطاليا نزلت بالشباب، فيدريكو كيزا على طبعا اللعيبه اللي معاه لوكاتيلي بقى، مع ان لوكاتيلي ما بداش المباراه، انا اقصد ممكن شيرو موبيلي وماركو فيراتي ونيكولو باريلا ولورنز انسين، كل الناس دي كل دول شباب، مش هتلاقي حد كبير يعني، هتلاقي قليل ان يكون فيهم حد كبير. لكن ايطاليا بتلعب كره هجوميه من اول البطوله بشكل جيد جدا هي واسبانيا. انا الصراحه لما انتهت المباراه ما كنتش اتمنى ان حد فيهم يخسر، كنت اتمنى هما الاثنين يروحوا النهائي حرفيا يعني، ولكن طبعا لازم يكون في فائز في هذه المباراه. ايطاليا فازت لانها تستحق، اسبانيا خسرت، هي ما كانتش تستحق الخساره ولكن ما كانتش تستحق الفوز زي ايطاليا. يعني ايطاليا عملت اللي عليها اكتر من اسبانيا في المباراه دي. ايطاليا كانت نازله بالمهاجمين ونازله بالمدافعين والحارس كان قوي، اسبانيا كانت نازله بالمهاجمين والمدافعين مش قوي، لان كل الهجمات اللي عملها فيدريكو كيزا تدل ان هو يا اما الراجل مبدع يا اما الدفاع فيه مشكله، يعني يا كده يا كده. الراجل ده ابدع حرفيا في المباراه هو ونيكولو باريلا، لا حرفيا كانوا بيعملوا شغل عالي جدا مع بعض. وبعد ما نزل لوكاتيلي وفيراتي، هو على فكرة كان في 6 تبديلات كلهم اتعملوا على فكرة، تبديلات بالنسبة لإيطاليا وأسبانيا. الأبدع من جانب منتخب أسبانيا جوردي ألبا وألفارو موراتا لما نزل، يعني تحس إن هو مش لازم يلعب مباراة من أولها، ده لازم ينزل بديل عشان يعمل حاجة، يعني ما تعرفش ليه بقى. جيرارد مورينيو وميكل أورزابال كان عامل شغل عالي جدا، كان جاله أكتر من كرة كان بيشوطها على الحارس دوناروما حارس مرمى إيطاليا. إلا إن إيطاليا بهجمات فيدريكو كيزا كانت هجمات أخطر، كان في اكتر من كوره قدر يتصدى ليها حارس مرمى اسبانيا. وفي الاخر انتهت المباراه بالتعادل الايجابي 1-1. هدف فيدريكو جوزا جه ازاي؟ جه عن طريق كانت هجمه، الهجمه ديت مش فاكر اللاعب مين اللي كان بيعملها، المهم ان الدفاع قدر يتصدى ليها. بعد كده كان فيدريكو جوزا كان في نص الملعب، مش في نص الملعب، كان في المنطقه اللي في الوسط وفي منطقه الهجوم في الوسط، تمام، راح ناحيه الشمال خد الكوره وبعد كده خد مدافع في طريقه واسجل هدف جميل جدا على شمال الحارس. اسبانيا الهدف بتاعها عن طريق الفارو موراتا جه ازاي؟ الفارو موراتا هو تقدر تقول كده بدأ من نص الملعب بيجري بالكوره، وبعد كده كان معاه اولمو او اللي هو يعني داني اولمو، تمام، داني اولمو بعد كده كان معاه وكانوا هما الاثنين. داني اولمو اصلا ابدع في المباراه في الاول واكتر من كره شاطها على الحارس وقدر يصد لها، اهمهم الكره اللي كانت اعتقد في الدقيقه 44 ممكن او الدقيقه 45، كانت كره قويه جدا قدر يتصدى ليها حارس مرمى ايطاليا. فكان مع الفارو موراتا، الفارو موراتا اداله الكوره بعد كده عدى من المدافعين، بعد كده داني اولمو اداله الكوره تاني وسجل هدف جميل جدا على يمين الحارس، الحارس ما يقدرش يعملها حاجه لانه هو في مواجهه الحارس على طول. تنتهي المباراه 1-1 في ركلات الترجيح. الفارو موراتا اللي عمله ضيعه، ضيع كوره انا مش عارف هو شاطها كده ازاي بصراحه، يعني تقدر تقول هو شاط الكرة على شمال الحارس مش شمال قوي يعني، فاهم يعني مش في اقصى الشمال مثلا عشان يسجل هدف، لا هي قريبة من النص شوية، او يعني في المسافة اللي في النص، ما في منتصف المكان ما بين الحارس اللي واقف في النص وبين الجبهة الشمال، هو عملها يعني مش بعيدة ابدا عن الحارس، يعني كرة ضعيفة جدا حرفيا يعني. والكرة دي هي مش هي السبب في خسارة اسبانيا، ولكن كان اللي بعده جورجينيو شاط الكرة من منتخب ايطاليا وقدر يسجل الهدف. طبعا هو شاطه بطريقه كلاسيكيه، طريقه جميله يعني، اللي هو ثبت الحارس وبعد كده شاطها على شماله، وبكده تتاهل ايطاليا لمواجهه انجلترا في النهائي باذن الله تعالى. على الجانب الثاني خلينا نشوف بقى مباراه انجلترا امام منتخب الدنمارك. بجد بجد مباراه انجلترا والدنمارك مباراه كانت قويه جدا، انا زعلان ان الدنمارك خرجت. اللي عمله دفاع الدنمارك عشان يحافظ على مرماهم، واللي عمله كاسبر شومايكل افضل حارس في البطوله من وجهه نظر لحد دلوقتي حرفيا، الراجل ده شال الدنمارك طول الماتش، حتى في ضربه الجزاء لما جت قدر يصدها، ولكن هاري كين رجعت له تاني وقدر يسجل هدف الفوز على الدنمارك. المباراه بدات هجوميه جدا من جانب الدنمارك كما هو متوقع، اسف من جانب انجلترا كما هو متوقع. الدنمارك كانت بتعمل تلعب على الهجمه المرتده، والهجمات المرتده بتاعتها كانت بتيجي على فترات متفاوته، ولكن كانت هجمات بتبقى قويه جدا. في الدقيقه 5 انجلترا عن طريق هاري كين عمل اسيست لرحيم ستيرلينج ولكن ما لحقوش. بعد كده في هجمات كتير جت من جانب منتخب انجلترا، ولكن قدر منتخب الدنمارك يتقدم
من ركلة ثابتة جميلة جدا قدر يحرزها، يحرز الهدف ميكل دامسجارد في الدقيقة 30. هي كرة كانت متشاطة في النص أو على يمين الحارس شوية، أعتقد كان ممكن في المتناول، أصلا مش بعيدة مثلا زي هدف ميسي مثلا، الأهداف اللي بيسجلها في أقصى اليمين أو في أقصى اليسار. لا هو كان قريب من النص شوية، كان ممكن يعمل حاجة فيه، كان ممكن على الأقل يلمس الكرة بإيده أو يطلعها بره كده، يعني هي قوية أه، ولكن كان الهدف كان ممكن يعمل أي حاجة فيه، ولكن الحارس ما قدرش يعمل أي حاجة، والدنمارك كده سجلت هدف في الدقيقة 30. الهجمات زادت أكتر من إنجلترا، هدت أكتر أكتر. ساكا اللي هو متألق هو رحيم ستيرلينج وهاري كين وهاري ماجواير، دول أكتر أربعة متألقين في المباراة اللي هي مباراة إنجلترا والدنمارك. ساكا جه من ناحية اليمين عمل اسيست رائع جدا، المفروض كان هيوصل لرحيم ستيرلينج لو ما كانش اللاعب سايمون كيير سجل هدف في نفسه في الدقيقة 39، إلا إن سايمون كيير دخل هدف في نفسه عشان ما يتقالش إن كاسبر شمايكل دخل فيه هدف عن طريق منتخب إنجلترا، إلا طبعا هدف هاري كين اللي جه من ضربة جزاء بعد كده. المهم إنجلترا الهدف ده خلاها تطمع أكتر في المباراة، ولكن الدنمارك جالها فرصة قوية جدا عن طريق كاسبر دولبرغ، شاط الكورة انا مش عارف الحارس صدها ازاي بصراحة، هي كانت كورة قوية جدا، لا ده تألق حارس انجلترا في صد الكورة دي جدا، يعني اعتقد اتقال انها تسلل بعد كده، لان اصلا الشوطة من كاسبر دولبرغ كانت قوية جدا في الدقيقة 44 على ما اعتقد، يعني بعد كده على طول بعدها على طول ممكن في بداية الشوط الثاني او على طول، يعني هاري ماجواير من رفعة او ركنية مش عارف مين اللي عمل الركنيه، ولكن الكره جت على راس هاري ماجواير، الكره في اقصى اليمين، كاسبر تشومايكل تالق فيها بطريقه جميله جدا وقدر يسد الكره. هجمه او هجمات كتير جدا من جانب انجلترا في مقابل هجمه ولا اتنين من جانب الدنمارك، ولكن كل مره بيتالق دفاع انجلترا ويتالق كاسبر تشومايكل حارس مرمى دفاع انجلترا، مين دفاع الدنمارك ويتالق حارس مرمى الدنمارك طبعا كاسبر تشومايكل، لحد الدقيقه 73. في الدقيقة 73 أعتقد الكرة اللي اتخبط فيها هاري كين جوه دي أنا شايفها ضربة جزاء بصراحة، الحكم أعطى الفرصة للدنمارك وما حسب لهمش ضربة جزاء، الدنمارك كان الدفاع بتاعه على قد ما هو كان قوي على قد ما هو كان بيكسر، وكان كان بيكسر ما بيعملش حساب موضوع ضربات الجزاء. بعد كده في الدقيقة 93 في كورة كمان جت لهاري ماجواير، كانت ممكن الكورة دي تبقى متسجل، كان هيقفل المباراة ساعتها، ولكن الحكم صفر بنهاية المباراة. دخلنا في الأشواط الإضافية، الشوط الإضافي الأولاني عادي جدا، في الدقيقة 94 كانت في أكتر من هجمة برضو جات لمنتخب إنجلترا، الدنمارك ما هجمتش كتير، يعني الدنمارك هجماتها كانت قليلة، كانت بتدافع عن مرماها أكتر. يعني في الدقيقة 102 رحيم ستيرلينج كان داخل جوه منطقة الجزاء وخلاص كان قرب من المرمى، المدافع خبطه، او يعني هي ضربه جزاء وش، يعني مش عارف بقى انتوا هتقولوا ايه فيها، بس الكره كانت مشيت، هو بيلعب على رجل مين دلوقتي؟ بيلعب على رجل المهاجم، خلاص يبقى هي خلاص ضربه جزاء، هنختلف او نتفق، انا شايفها ضربه جزاء، انت ممكن تشوف اي حاجه تانية تكتب لي في التعليقات. هاري كين داخل شاط الكره على شمال الحارس، هو شاطها قويه خلي بالك، وشاطها في زاويه، ولكن كاسبر شمايكل تالق فيها حرفيا، رجعت له تاني قام شاط الكره، حتى كاسبر شمايكل رجع مع الكره تاني ولكن ما لحقهاش طبعا، وبكده انتهت المباراة بفوز انجلترا على الدنمارك 2-1، لان بعد الهدف ده الدنمارك ما عرفتش تعمل حاجة تاني. انجلترا في مواجهة ايطاليا في النهائي، النهائي بإذن الله تعالى يوم الاحد 11/7/2021 الساعة 8 مساء بتوقيت مصر، اسف الساعة 8 مساء بتوقيت المغرب والجزائر وتونس، هي 9 مساء بتوقيت مصر ولكن انا جايب التوقيت بتاع الجزائر وتونس. تمام كده ايطاليا في مواجهة انجلترا بإذن الله تعالى على ملعب ويمبلي يوم الاحد القادم 11/7/2021، المباراة ميعادها 9 مساء زي ما انت شايف كده بتوقيت مصر، وميعادها 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة. قبل ما اقفل بقى اقول لك على ترتيب الهدافين، الفيديو طول قوي انا عارف، ولكن المباراتين كانوا اقوياء جدا لدرجة ان الواحد استفاض في الكلام عنهم. كريستيانو رونالدو ما زال هو متصدر الهدافين لاعب البرتغال بخمسة اهداف، يتساوى مع باتريك تشيك لاعب التشيك بخمسة اهداف، المركز الثاني ايميل فورسبرغ لاعب السويد باربع اهداف، وهاري كين لاعب انجلترا باربع اهداف، اللي بينافس لحد دلوقتي لانه ممكن يعمل حاجه في مباراه انجلترا وايطاليا. كريم بنزيما ايضا في المركز الثاني لاعب فرنسا باربع اهداف، وروميلو لوكاكو لاعب بلجيكا، والفارو موراتا في المركز الثالث لاعب اسبانيا بثلاث اهداف، وفاينالدوم لاعب هولندا، وهاريس سوفرفيتش لاعب سويسرا، وكاسبر دولبرغ لاعب الدنمارك، وروبرت ليفاندوفسكي لاعب بولندا، ورحيم ستيرلينج لاعب انجلترا، والشاكير لاعب سويسرا. اشترك في القناة وفعل زر الجرس لعمل لايك الفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.